السلام عليكم وعن صاحب هذا الشرف له. ما أنت واحد على سين الذي صدره مقال مقال كحن قندرة مقال سوقي جرا فلوج يولي ورئيسي كوساب سن جود عن حالة ودن كان سور أفريقيا. إن أنت بدن وحلاج هلا دبي توين كي تعديد اللوجي استسوم على ذي الجانب تكلأ كون الودن كان. بس ما أنت مرة بين المدرسة هذا وما أنت حرب بين الحوجة سالو. لنك ونعكسن أولي هي ودن كان كافر أفريقيا. مع المختار أو كميد دليل هذا سيدوين لغية قانا مجال هذا كيب تون قار عن حافظ الصومالي ده بلفل هي برنامج كان يقال قيب قادم دونه أصدق يعني كوري يصد دونه حالة ده كسها بسن ودن كان مثل صعد ونكسن معلمو مركور ساحب أدقو معتن كسو دو يوتيوب شانل كادن وكيالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وسلام يا عدن أوكيالي وقت وعن ودا سهرنا هاي كسر سرو إن شاء الله تعالى ودواني إن هذه هذا يوم عسنت هاي إن سيدان أجن هاي وحكمتها دت الحوجال وحالة ودنا كان كجر تاي سول أفريقيا إن وحجر بوك كقرتي ورنتي أد أخي مبضن أنت آخر ستنا كيف أيدين إن بدر وقت هذا شيء حالة كجر تودنا كسول أفريقيا بوكاس أو ديف يوم حالي رضا كهلا معناها وناك يحمام بك هلا لكن ما أنتوا حرام عندك وناك سن ودن كان ولي هينا نحوك سار سؤال شو ورس أكو دي إن ربو حيت هاي مركورة بل إسبر بردي إن أتكو سمي سو ودن كوفر أفريقيا ثمان سنة كور سو مالي دمش أي تجنين يا ما أنت إسبدل وعيها يا دريم هذا دي كهان هذا لو كلام ما سنت هاي الحمد لله رب العالمين ما تسكله وحاول يعني صومالي وحيد أن معك استنى خصانة إلا ضعي ودن صومالي أفريكا صومالي دا أيقوا أولا الوحبه يسن أيقوا كسو بودن بودركا أما وحلو يقع سيلقا وحبه يسن ما أنتنا وحاول يعني ضد وحاول كجيري تجاره وواوين ودن كان قريه كله ودن كان هنتيب بدن كله هنتيب من قورتاه ودنا كان غالبا نكسمه أو واحد نكسمه إن شاء الله مركي معنا وحب منه هيسن ما ترى وحاول يعني وادد وحيستا أو إلهي تغالة في عروسية تاس وتك تغالة إن شاء الله وحن سومالي بدنا كي وحاي معناي أنا قا إسكاب برا أو رجع أو أنا عرور إيه الماء إيه دمر إن نرسعن ما أنت وحاول يعني وحال وسمه قوسيس بدن المي مش عن كل شيء أيام ما أنت جامع لك بعي oo wadanka maanta ka shaqeysta waa dhanka wanaaga waaye macnaha ganacsiga waa wanaagi inay dadka reer ka sameystaan meesha ay washar iska bulahay oo maanta ay wax qabsadaan oo ay reer iyo ilmo ku sameystaan waa wanaag kale soomaalidu waxay ku leeyihiin maraakiis fara badan maraakiis dacwo oo fara badan ay ku leeyihiin hay'ad islaamiya ku leeyihiin allahul musta'aanu waxaan dhihi karaa meel walba oo وحاول يا مدن كان هرم الكيسة سواء ما هذا كلوج ليه نقطة كيلو جرام أنت جوعان عادي وكمان حقيقة أو على ذي كرا سواء ما هذا تقصي ورئيسه كله أو مدن كان وحقيقة بصدق وعلى ذي كرا وحي من سجاشين ليه دي سجاشين شنتي سجاش تضربه وحي كده بي حقه وحبي منين بقى نور تبص نكار هذا ما تدوه وين أو هنتير وعي قرية له الماء غيره كان كله مستقبل كسمي الله المستعان ودتكود وحطري adduunka waxaan u maleeyaa wadanka labaad inuu yahay oo mareykanka baa ka horreeya inuu maleeyaa wadanka ugu badan ee soomaalida dadka wadanka gudihiisa jooga nafciga soomaalida jooga uu gaaro ama waxtarkooda uu gaaro ayuu south africa kaalintabaad kaga jiraa marka arrimahaas iyo arrimo kaloo badan waxa ay ka mid yihiin wadanka soomaalida horumarka ay ka sameeyeen waa kaas maasha allah in badan waad ku mahadsan tahay intaas kooban aadna siisay sidaan ognahay soomaalida hadii aan fiirino maanta 10 sano ka hor oo kale soomaalida inta badan waxay ku koobnaayeen ganacsiyada yaryar ay ku leeyihiin meelaha loo yaqaan locationada amaba meelaha magaalooyinka ka yar baxsan oo runtii dhanka badan inta badan ay dhibaato ka dhacday maantana sidaan arki karnaba soomaalida xoogaa tallaabooyin yar hor u qaadeen jiro hadii ahaan lahayd dad soomaali oo gawaarida uberka oo kale ama
تكسيفايغ وكلا كوشا غيستو يو حالي رادا حيبا نوعاس تاس لفتي هذا ملليه كرا وحكمتا هورو مركا سومالي دا كسامي ودن كان ان طبقي ساو دمي وصح هذا نو وما سنتاي داليو دا كجرتا كشاقي اوبرتا اما واحا لويقانو تقاسيدا نوعيو دا كردوان وحيو بادي يرهق لوكيشا كيميت معانا تبكا لوكيشن كا وصلا لابتا مرالبا داليو دا مادام عدا اي ماشي كل ابتودين حال كلي ذادين هذا بقولال عندي كرا دليرة سومالية أو لوكيشن لها ملان دخل غد بعتيه أو تولين كه كصوب هاي أيام ما أنت الله المستعان تقاسي ده كشقي نوعي ده كل دون الحمد لله يكون دقيين هرمري يكون سمين قارة غير له قارة المكسمي قارة كنول أو لوكيشن في مالي بادية كأن نصي وحويا والدي كرا يس والدي كرا هرمر وحكوا كم إذا عادنا بس تفكا أما هوا وناجا ودنا كان سومالي كلا كلام تيجوا حكم إذا شرعية ده سومالي بدن أو هذا ودنا كان جوجا يا جيرة أو شرعية له أو ستيزنا أو شرعية سو أفريقيا قات ودون ما شرعة ما أنت عادي كلا ودنا عدية محل أورنجي طب بدن عسى جيرة عروتو ستيزن يهين أيجا ay sidisan yihiin dad oo noocaas jira marka waxay kamid tahay waxyaabaha wanaaga ee waddanka Soomaaliya ay ka heshay waxa la adduunka maanta jira hadaba sharci lahayn macnaha qof xabsi ku jira wax ma laad lagu ka xiranta adduunku waxa maanta meel qofka oo bashar uu aadaayo waa sharci weysta haday waddanka tahay haday cibaado tahay oo xajki iyo maxaa la soo xajisanayo ama soo umraysanay kul sharci u baahan marka waxyaabaha wanaaga waddanka Soomaaliya ay keeleen waxa kamid oo kale ee sharciyadaas yaa kamid en macallimu sidaan ognahay en qurbaha intiisa badan en waxa jira dhibaatooyin ay la kulmaan da' yarta ama caruurta en gaar ahaan dhanka diinta dad badan ayaa jira oo wadamada Yurubta ama Ameerika ka yimaado oo Soomaaliya ilaa maxaa la yiraahdaa u geeyay caruurta een si macnaa wax ugu soo bartaan diinta bal waddanka South Africa ka warar dhankaas een xaal ila sidoo kale wadamadan kale een ee qurbaha walaalkii aadanow waa su'aal muhiim ah waaye maxaa la dhigi jiray South Africa horta waa wadan iska afrikaan ah inkastoo Europe oo kale iska dhigo laakiin waa wadan afrikaan waaye qofku ama Soomaali ahaado ama qof kale ahaado mar walba wuxuu xor u yahay ilmihiisa inuu tarbiyeesto akhlaaqdooda la socdo waxa weeye horta qofku mar walba halaabaya cid cid kale ma jirto oo dad waddanka Soomaaliya joogaba ilmihii ka halaabaan oo waxa weeyaan in kala taadi ma naxbabta waayo qofka adiga aad tartay ma hanuuni kartid walaakin Allah yahdi man yashaa ilaah subhanahu wa ta'ala hanuunka gacantiisa ku jira laakiin South Africa marka la fiiriyo wuxuu ku jiraa wadamada Soomaalidu joogto ay aad uga dhaqan yihiin barnaamijkaas oo ay aad macnaha qurbaha kale ay uga fiican yihiin in ilmahooda halkan jooga ay in badan oo kamid ah alxamdulillah rabbil caalamiin ay yihiin dad wanaagsan oo maxaa la dhigay diinta ku toosan oo akhlaaqda wanaagsan ku toosan taasna waxaan dhigi karaa waxaa sabab u ah ilaa kasokow in Soomaali halkan jooga ay sameysteen hay'ado diini ah oo arrimaha diinta u qaabilsan oo maraakis u furtay oo madaris u furtay oo hadda iskuulo badan ayaa jira oo Soomaali hadda waxay rabaan si hadda qorsheynayaan inay ilaa high school ama dugsi sare ay leeyihiin sameysaan si looga maarmo ilmaha inay meel kale u aadaan dhaqamo kale u soo bartaan marka waxaan dhihi karaa Soomaalida halkan ku nool iyo caruurtooda in badan qurbaha kale way dhamaan sababahan waxay noqonaysaa ayagoo wadda afrikaana jooga oo kaljarkoodii wuxuu dhaqankooda diinta madax bannaan iyo iyada oo Soomaali halkan joogo culimadooda iyo caamadooda isku xiran yihiin ayna habeen maal u taagan yihiin ka fikirka in owlaad wanaagsan oo toosan ay waddankan hadii xataa bilka maal ay laabanayaan ay kala laabtaan dad badan oo xajil ilmood halkan ku dhasheen oo inta wax ku bartay maanta culimo ka waddankan oo ayaga diinta fidiyaba alxamdulillah rabbil caalamiin marka dhankaas anaga qurbaha kale aadan uga fiicanahay alxamdulillah rabbil caalamiin
وكالله أرتاس. هذا هو ما سنت معلمه سؤال شو جدا بيسوء عن ربينا كويديو واحد هاي. إن ما دام أتكلمت هادك حوالك وأه ودن كان يحالة ديسا. إن بلوح ربينا نوشك تو إن وحيابك كميدة. أما وحيابا عليه كرت ودن كان سود أفريكا وقفي عينه ودم هذا كلا الدونك. جود أهان جارهان إن قاردا مدو قارد أفريكا. سودو. وأنا أقول لك أن أنا 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 إن الله المستعان محل دي جري ودن كيف فهمه وحاول وقت بدل يكون قادرة شرعي قاعته وحاول بدل جري ودن كذا وفهم كنا قال عن يوروبيا أمريكا سود أفريقيا قف الشرعي ماذا قاب الشقة إيطاليا برايا بريوا شقة سنة أصلا شرعي قادر أصلا لغة بورن أو لاشردين سفود أيوكو شقة بلاب كرا ما هو حابب بس تفكر كم تاعي أما وناك سامي هذا كويستان taasna waxay saashay qofka inuu haduu sanad 2 sano joogo qofki la leeyahay ganacsade shan asan waxba isaruu macnaha shuruudo ma jirto oo la leeyahay qofka shadigaas ka xiran kadib shaqo bilaabaa ma jirto maanta duu imaado bari meel ganacsi la geynaya Soomaali wax badan ka ganacsan dukaamo waaye marka meesha la geeyay marka qofki qaabka la tusina waxa laga yeeyay asbuuc ku qaato inuu wixii kala faahfaamo kadib waa shaqaysana ya bisha koobaad bisha labaadiisa biil u dhisnaaba waa ninka cusba adduunka shaqo ma jirto marka waxyaabaha saxmada waxyaabaha positive ka ama wanaaga ah oo asleeyahay inta kale ka warqabo meelaha kale hadda Soomaaliya ay qaxeen oo kaga fiican South Africa